شيء، داخل تركيا يدعو للتفاؤل ولا قرارات تشييد جديد يذكر، حيث يواصل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عناده وانفصاله عن الواقع، فيما تستمر حكومة حزب العدالة والتنمية في إجراءاتها التي تضع المواطن ومصالحه في ذيل قائمة الأولويات. وفي وقت يعاني فيه الأتراك تداعيات التضخم والغلاء المستمر، وفي ظل التراجع القوي لليرة التركية أمام الدولار، فوجئ الشعب التركي بحزمة قرارات حكومية شهدت زيادة بواقع 20% في أسعار كل من رسوم العبور للطرق والكباري الرئيسية، أسعار تذاكر القطارات والخدمات البريدية دفعة واحدة، وهو ما دفع نشطاء أتراك ومغردون لوصف اليوم بالاثنين الأسود. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمرو الصالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا. دكتور أهلا بحضرتك معنا على إكسترا نيوز. بداية، الوضع في الداخل التركي والقرارات الأخيرة التي تزيد على كاهل المواطن التركي في ظل أصلا عدم توازن في الشارع التركي. أولا مساء الخير عليكم وعلى كل أهلا يا دكتور مشاهدي القنوات المصرية. الحقيقة الوضع التركي وضع محير جدا، يعني اردوغان ليس اردوغان، والقياده التركيه ليست القياده التركيه، مش دي تركيا اللي احنا كنا بنعتبرها او كان البنك الدولي والمؤسسات الدوليه بتعتبرها من 30 سنه نموذج لدوله اسلاميه كنا فخورين بيها الحقيقه. دوله اسلاميه، دوله جاره صديقه، قدمت نموذج في التنميه الاقتصاديه، نموذج جيد اشاد بيه. لكن النهارده تركيا الحقيقه في ظل حكم اردوغان بتشهد تخبط، مش بس اقتصادي، تخبط سياسي. نعم. خليني اقول ان الوضع السياسي مؤثر جدا على الوضع الاقتصادي، يعني لا تنميه اقتصاديه ولا تحسن اقتصادي ولا استراتيجيه اقتصاديه بيكون بدون ما يكون في ثبات سياسي. النهارده شفنا ترامب بيهدد تركيا بتدمير، هي تصريحات قاسيه جدا، وانا ما اعرفش ازاي النظام التركي او الشعب التركي اقبلها. ترامب يهدد بتدمير الاقتصاد التركي. طبعاً هو تحديدا ذكر في تدوينته سحق الاقتصاد التركي بالضبط. يعني الحقيقه انا الحقيقه مستغرب ازاي نظام اردوغان يتقبل هذا الكلام وهذا التدخل. الحقيقه اردوغان بيلعب بالنار، لان توسعاته في المنطقه وتصديره للارهاب في دول المنطقه وعدم التوازن ما بين السياسه الخارجيه، شويه يتجه الى الولايات المتحده ثم يخبط في الولايات المتحده، يتجه الى روسيا والتعاون مع جماعات ارهابيه في شمال سوريا الحقيقه، والوضع في العراق وتدخله في العراق. هي توازن او يعني محاوله خلق اطماع او مكاسب، انا شايف انها وهيه، ما فيش رؤيه سياسيه، ما فيش رؤيه اقتصاديه. النهارده الليره التركيه تراجعت بشكل كبير، مستوى التضخم ارتفع، عدد البطاله، حجم البطاله ارتفع بشكل كبير، الدين العام بيرتفع، مؤسسات التمويل الدوليه ستاندرد بور وفيشر خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي. فالحقيقه انا لا ارى اي استراتيجيه او رؤيه اقتصاديه او حتى رؤيه سياسيه للقياده التركيه. هل هناك مكاسب تريد ان تحققها؟ كلها مكاسب انا شايف انها قصيره الاجل بل ومدمره على الاقتصاد التركي. حضرتك يا دكتور ذكرت انه طريقه السياسي او لو يمكن تسميته كطموح اردوغان السياسي في المنطقه يؤثر بشكل مباشر على الاوضاع الاقتصاديه في الداخل، تحديدا لو يمكن القول انه التوغل في سوريا وما يحتاجه من الغطاء النقدي لتنفيذ ذلك، المغامرات العسكريه غير المحسوبه لو يمكن وصفها كذلك، تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي لتركيا ومن ثم الشارع الاقتصادي واحوال المواطنين. أنا مش شايف أي رؤية ولا أي خطة سياسية ولا أي يعني توجه. أنا شايف أطماع زي ما حضرتك بتقولي، وأطماع قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد التركي بشكل كبير أو حدوث يعني ثورة في تركيا إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل، لأن الاقتصاد التركي في نسبة كبيرة من فلوس الأموال الأجنبية كانت موجودة وما زالت موجودة. شفنا تخارج يمكن من كام يوم، تخارج لإحدى الشركات الخليجية أو السعودية بالتحديد الكبرى من تركيا، وأنا بقول تخارج معناها بتخرج برأس المال من الصناعات التركية. فالحقيقة يعني أنا لا أرى أي يعني مكاسب، إن كان حضرتك بتعتبري ده مكاسب وبنعتبر ده مكاسب، فهي ليست مكاسب، لأن على اللونج تيرم ده إهدار للموارد التركية
وإهدار للموازنة العامة التركية. تحركات تركيا بقى دكتور في شرق المتوسط تحديدا في المياه الإقليمية لقبرص وتنقيب هناك وبداية التنقيب عن الغاز هناك، كيف تتابع هذه التحركات وعلى ماذا يعول أردوغان في هذه الخطط قصيرة المدى كما حضرتك ذكرت ليس لها مستقبل؟ يعني شوف، هو في خلاف، أو الدولة التركية في خلاف مع قبرص منذ فترة، في خلاف مع اليونان منذ فترة، ويمكن يعني زي ما حضرتك قلت أو زي ما بنقول إن محاولة الخروج من الأزمات السياسية أو الأزمات الاقتصادية بخلق أزمات تانية للأسف ليس لها طايل، فهو بيحاول إن هو يا إما يخلق أزمات يلهي الشعب التركي عن الأزمات الداخلية اللي بيعملها أو اللي بيتخيل إن هو بيحقق مكاسب فيها، لكن كل أزمة بتجر أزمة وراها، فدي أزمة تانية أو ملف تاني لا نرى منه أي طائل إلا محاولة كسب مكاسب على الأمد القصير، لأن لا الاتحاد الأوروبي موافق على هذه السياسة ولا الدولتين أو الثلاث دول اللي هي قبرص واليونان ومصر موافقين، بل بالعكس إن ده يمكن يجر المنطقة بالكامل إلى صراع إحنا في غنى عنه. عندنا الصراع العربي الإسرائيلي وعندنا ما يحدث في افريقيا، فبيفتح جبهه ثانيه مع دول، وانا بقول ان تركيا دوله اسلاميه صديقه شقيقه، نعم، وان لا نامل ان تتوجه سيادتها هذا التوجه الارعب اللي متوجهه حاليا. الى اي مدى دكتور الجانب التركي يعتمد انه الاتحاد الاوروبي ربما سيدعمه بشكل او باخر في مرحله ما، نظرا لان تركيا نعلم انها بوابه لداعش، مش بس لتورطها في الداخل السوري ولكن من المكان الجغرافي، وايضا هي تهدد وتلوح بورقه اللاجئين كل حين واخر، فيمكن ان تعود لهذه النغمه مره اخرى، ويعني ستكون او سيكون الاتحاد الاوروبي في او يدعمها كما دعمها من قبل. أنا بشكرك على الملاحظة دي، لأن من ضمن الشانتاج أو من ضمن يعني الابتزاز السياسي اللي بيجريه أردوغان مع أوروبا هو ورقة، مش بس داعش، ورقة اللاجئين. اللي هو بيهدد إن هو يفتح البوابة التركية مع مصراعيها لأوروبا ما لم يحصل على 6 مليار أو 5 مليار، نعم، أو مليارات الدولارات اللي بيحصل عليها من الاتحاد الأوروبي من خلال اللاجئين. فالحقيقة يعني متاجرة بشكل غريب بملفات سياسية وملفات اقتصادية، والتعاون مع الجماعات الإرهابية ده بالعكس يمكن احنا ما شفناش أي مكافحة مخلصة للجماعات الإرهابية أو لداعش من خلال تركيا. احنا كنا مفترض إن احنا نشوف الجيش التركي، وخلي بالك الجيش التركي بيحارب منذ سنوات ضد الأكراد، جيش مستنزف، جيش العتاد بتاعه الحقيقه بيصرفوا كتير جدا على الناحيه العسكريه بلا طائل. لو تشوف الحرب الكرديه العراقيه من سنوات، الحقيقه خسائر كبيره على الجانب التركي، وفي نفس الوقت عدم استقرار سياسي للدوله التركيه. فالحقيقه يعني اردوغان، رجب طيب اردوغان بالمناسبه اخي، يعني يمكن استقرار القدم لاسم اردوغان بتعني الشخص اللي نشأة عسكرية، فهل هذا اسم يعني لعنة على صاحبه، الشخص اللي نشأة عسكرية، وهل هو نشأته أو طموحاته السياسية من خلال مغامرات عسكرية هل هي يعني لعنة الاسم أو لعنة النشأة؟ يعني أرجو أن يعود النظام التركي أو القيادة التركية للحكمة والحسن الجوار، ويتعظ من خلال التجارب الست سبع ثمان سنوات الماضية التي أعتقد لم تكن مثمرة إلا من خلال لعبة شطرنج بيحاول يلعبها النظام التركي، ولا أعتقد أنها تكون مثمرة على الأمد الطويل ولا في مصلحة الدولة التركية ولا في الاقتصاد التركي. شكرا لك دكتور عمرو الصالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا. أكد الإعلان الأمريكي بتسليم عناصر داعش الأجانب الأسرى في سوريا إلى تركيا. ارتباط حكومة أردوغان بالتنظيم الإرهابي يشكل أو بشكل مباشر هو الأمر نفسه الذي أكدته تقارير ومراكز بحثية عديدة. المزيد في هذا التقرير. ما كان لسنوات في طي الكتمان من علاقة مشبوهة بين تركيا وتنظيم داعش الإرهابي،
بات اليوم معلوما دون مواربة عبر ممارسات مفضوحة ودعم متواصل رغم محاولات الإخفاء الفاشلة من جانب نظام أردوغان. الحديث عن رغبة واشنطن تسليم أنقرة أسرى التنظيم المتطرف المحتجزين في سوريا ليس مجرد إجراء يضيف مزيدا من الشبهات حول تلك العلاقة المشبوهة أصلا، وإنما يؤكد معلومة تثبتها الأيام وتؤكدها الأحداث المتلاحقة. وليس هناك دليل أوضح من اعتقال متطرفين من التنظيم الإرهابي في سوريا يحمل بعضهم جوازات سفر تركية عليها أختام أنقرة. وبينما تواصل الحكومة التركية حملة إعلامية مكثفة لنفي تلك الروابط القوية التي وصلت لدرجة وجود تمثيل دبلوماسي للتنظيم الإرهابي في أنقرة، كشفت تقارير دولية عن حقائق موثقة حول علاقة متينة بين داعش وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بدءا من رعاية المتطرفين واستقطابهم وإدخالهم الأراضي السورية بسهولة وأمان وتزويدهم بمختلف أنواع السلاح، وصولا إلى دعمهم ماليا واقتصاديا وشراء ما ينهبه عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الذهب العراقي والنفط السوري. الدور التركي الداعم والممول للتنظيمات الإرهابية وفي القلب منها داعش ليس وليد اليوم أو الأمس، وإنما تحدثت عنه تقارير من مراكز بحثية وأمنية دولية وإقليمية منذ سنوات، منها ما رصد شبكات التجنيد التي أدارها التنظيم المتطرف في تركيا، ومنها ما ركز على تصريحات عدد من قادة الجيش التركي في أعقاب خروجهم من الخدمة أو استقالاتهم بسبب الخلاف مع سياسات أردوغان. يوم تلو الآخر تثبت الأحداث تفاصيل العلاقة بين أنقرة وداعش، وكيف باتت تركيا هي الحاضنة التي تضمن استمرار التنظيم الإرهابي والممر الآمن لعبور متطرفيه. وبالعودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لرئيس الوزراء اليوناني وأيضا الجانب القبرصي، هناك هذا البيان مشاهدينا الكرام عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، حيث استقبل السيد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية السيد كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، وذلك بجانب فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس وجه التهنئة لرئيس وزراء اليونان بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كرئيس الوزراء اليونان، مشيدا بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، معربا سيادته عن التطلع إلى استمرار ذلك الزخم على كافة المستويات، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في المنطقة. كما أعرب السيد الرئيس عن التقدير للدعم اليوناني المستمر لمصر في المحافل الأوروبية والدولية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب رئيس وزراء اليونان عن سعادته بزيارة مصر والتقاء بالسيد الرئيس، مؤكدا اعتزازه بخصوصية الروابط التاريخية بين مصر واليونان، ومرحبا بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثلاثي خلال السنوات الماضية، معربا عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى أفاق أوسع. كما أشاد رئيس الوزراء اليوناني بآلية التعاون الثلاثي مؤكدا حرصه على مواصلة دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهم، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بين الدول الثلاث حول كيفية تصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، لا سيما تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وتكثيف أعمال واجتماعات مجلس الأعمال المشترك وزيادة قيمة التبادل التجاري الذي بلغ نحو 1,800,000,000 يورو عام 2018، ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين، فضلا عن استكشاف فرص زيادة استثمار الشركات اليونانية في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتسهيل مناخ أداء الأعمال. تناول اللقاء كذلك مشاهدينا الكرام عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، مستجدات أيضا الأزمات القائمة في المنطقة، بالإضافة إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني
والإسرائيلي. هذا مشاهدينا كان البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية فيما يتعلق باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والآن تحديدا لرئيس الوزراء اليوناني.